مباشرة وبعد افتتاح أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني من قبل مشير تشاد إدريس ديبيتنو وعقب خروج المدعوين بوقت قليل، فقد تم وطء مكتب رئاسة المنتدى الذي يتكون أعضاؤه من 22 عضوا، ذلك تحت رئاسة السيدة مريم محمد نور، حيث أن اختيار هؤلاء الأعضاء جاء بطريقة توافقية. هذا عقب تقديم هؤلاء الأعضاء لمكتب رئاسة المنتدى وعرض اللائحة الداخلية التي تحدد معالم إدارة أعمال المنتدى من قبل مقرره العام، فقد رفعت الجلسة لتستعرف عند الساعة 2:30 ظهرا لأجل مناقشة بعض المواضيع المدرجة في جدول أعمال اليوم الأول من مناقشات المنتدى. وعليه فقد طرح مكتب رئاسة المنتدى الموضوع الذي يهدف إلى توطيد السلام والوحدة الوطنية والاستقرار ودولة القانون والحكم الرشيد، ذلك من تقديم الدكتورة لامبا تيم هيلين، مشيرة إلى أن هذا الموضوع الذي انبثق عن توصيات المنتدى الوطني الشامل الأول قد احتوى على 16 قرارا، موضحة أن 9 قرارات من مجمل هذه القرارات قد تم تنفيذها وأن 6 قرارات قيد التنفيذ، غير أن قرارا واحدا لم ينفذ بعد. هذا وبعد عرض هذا الموضوع فقد فتح المجال أمام المشاركين لإبداء ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مختلف هذه القرارات المتعلقة بهذا الموضوع. الآن فالذكر ملاحظات تمحورت جلها حول أهمية الإسراع في تطبيق مختلف القرارات الإصلاحية التي تلبي طموحات كافة الشعب التشادي. هذا وبعد اختام فعاليات اليوم الأول، فإن مكتب رئاسة المنتدى سيقدم خلاصة أعمال هذا اليوم يوم غد.